اذكر 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 حيوانا يأكل العراقيون لحمه. العراقيين يأكلون لحوم معروف، وهو الخليجيين طبعا. وإحنا إيش نأكل؟ الخروف. الخروف، خروف، خروف، والخروف نعم موجود، وهو أقوى احتمال. قرر مع من نلعب معكم؟ هدية؟ جينا نلعب. إذا جيت تلعب غير تأخذ العد، تفضل تفضل سوهات. ويلا أخ علاء، إذا جاي تلعب كان المفروض تأخذه. الله الله، متفقين. سهل. ألينا، اذكري حيوانا يأكل العراقيون لحمة. قلنا خروف، وبعد بقرة. البقرة، البقرة صح. وميز. دجاج. الدجاج، الدجاج نعم موجود. الطيور، والدجاج هو نوع من الطيور، وكل ما هو طائر يأكله عدا بعض الطيور، يعني الخفاش ما يأكله، والحمد لله. وأخت نهاد. السمك. الأسماك، السمك، ونعم ونعم، باقي أربع احتمالات ورح تطلع كلهن. وأخت سهاد، احكي لي، اذكري لي حيوان يأكل العراقيون لحمة. الغزال. الغزال، يا غزال نعم. وبعد أخت ألينا. روبيان. الروبيان، الروبيان، الروبيان نعم. الحيوانات البحرية وما شاكله. وباقي احتمالين، ستة واثنين. وش تقولين ست ميس؟ اذكري حيوان يأكل العراقيون لحمة. الجمل. الجمل، البعير.